رشيد رفيق معنا هذا الصباح على ايت خالجو. مرحبا صباح النور صباح الخير. ورشيد انت عندك 26 عام ولد كازا ولد سباته كنتي هذه واحد كنتي كيلعب الكره كنتي كتلعب الكره وكنتي غارديان ونهضرتي نضاضر بقيتي كتلعب الكره. لا درت نضاضر وليت كنخاف نحبس كعرف الا مشات حتى الزقله تجي لك في وجهك اللي حرج الجمل يدكو. وهذيك الساعه الوالدين داروا لك نضاضر كيقول لك شوف راه عندك غير هادو غديرهم ما كاينش تعاويد ما كاينش تراس ما كاينش دكديك حدا راسك. حتى البلاي كانت دير كنت كنقرب التلفازه بزاف كريستيانو تيجري حدايا كيجري معاه نتايا. تلاقيتي مع طاليس باسكو سبيكتاكل ديال طاليس سلام طاليس عبد العالي الصباح سلام لي سبيكتاكل معاه دير معاه سي كوا سميك مع طاليس مع طاليس سابير رشيد غافق انا تانسبيريت من السميه ديالي شتها وبقيت كنحط لها بزاف المسائل وجاتني ديك غافق هي مزيانه منها عنوان السبيكتاكل ومنها انك السميه ديالك غادي وتتكبر حيت كتهضر على الفياق سبيكتاكل كتهضر على الفياق انواع الفياق وانواع الناس المغاربه كيفاش كيفيقوا كيفاش كينعسوا كيفاش كيتفوهوا كيفاش غادي تقولنا علاش خصنا نمشيو نشوفوا السبيكتاكل نهار السبت الجاي ان شاء الله في تيات محمد سيزا كازابلوكا اليزي. اي الحاجه اللي واعره انه رشيد رفيق باش يبدا الهومور بدا لقب البنات لا انا دابا انا كنت كنلعب كره زيد يلا عاودينا. كان طاليس كان كيقرا معايا طاليس في المدرسه كان في الليسي في الليسي مره تيجي كيعرف فاكونس ليه باش ما كيعرفوا الاساسي تا وداك الشيء كيجي يزورهم كيجي يشوف واش هما حاضرين ولا ما حاضرين واش هما كاينين واش كلشي بخير نرجع. المهم عبد العالي المهر جا واحد النهار دخل بحال هكا قالت لي استاذه تبارك الله الفنان ديالنا شاد الغبولات قال لها مع الوقت كذا انا جالس اللور وهو جالس في الطاوله الثالثه بوحده جيت جالس هدا قلت لي انت هو اللي دير المسرح قال لي اه في شكل داك الشيء ديال التمثيل قال لي اه في شكل عطيني شي ستيلو زرب عليا تجي ستيلو قلت لي راه ما كرهتش ندير معك انا هذا الشيء ديال المسرح وهذا وكذا قال لي مرحبا بك صافي مشات بقات هضره دات هضره دازت الوقت واحد النهار كنلعب كوره انا بحال هكا ساليت الماتش ويبان لي هو مجموعين به الدريات تقادة ديالي كيقريهم استاذ ديال وجيت عندو انا ماشي على اساس باش نقرا المسرح ماشي عاد شبان الدريات وهذا جيت عندو قلت لي ربي انا نديرو المسرح وداك الشيء قال لي تجيب ملف في جوج تصاور فوتوكوبي لا كارت صوب لك لا كارت ديالك المسرح. المهم جبت لي ملف حلو لقاه غاوي ما فيه لا تصاور لا والو صافي دخلت من تما وبقات العلاقه غاديه مزيانه يعني الصراحه كنشكرو بزاف كنشكر عبد العالي بزاف اللي هو من الناس اللي كيعاونوني حاليا حيت الخدمه فاش كتكون فيها ايكيب كتكون مرتاحه كلشي ديرو بوحدك واي سي مكان كاين واي سي كو يون ايكيب وابخي لا برودكسيون كاع الناس يخدم يتباك وابخي داس كيجيو يشوفوا السبيكتاكل يعرفوا هذاك اللي في لا سين فوالا ما سوقوش هما ما كيعرفوش السوق ما يعرفوش هما على مشاكل واحد ما كيعرفوش ضحكنا ضحكني انا جيت ضحكني صافي ضحكني اي رشيد رفيق غيضحكم نهار السبت الجاي في التياتر محمد السيد 76 كازابلانكا الوغ دخلها باليزي على لي بلاص لي بلاص فين كيتباعوا لي بلاص فين كاين تيكي بوان ام اي كي الانفو لاين غنشاركو معكم هادشي وبارطاجي لافيش باش تعرفوا فين في تشوت خصني نتفكر الله يخليك تعطيني باش كاينه 096 83 99 59 كاليكم تلقاو شي نمره معقده بزاف اكثر من هذه شي 096 85 47 38 ويا كاع اللي كتلقى 13 في الاول كتلقى عمرها قليل فوالا فهمت واحد شويه كتسالي وابخي درت شي بوتشوب نصبه انت درتي بزاف حوايج درتي صار الاولى دي سكتش جاريه جاري في ميديان تي في خدمتي درتي هذا رمضان وتلاقينا في رمضان تلاقينا في رمضان يا سلام يا سلام لا ما بغينا نهضر على الملاقيه في رمضان ندوش على الملاقيه كعارف رمضان بنادم تيكون شويه زايد شويه كتكون في لارانتي ساعه قبل الفطور ثلاث شهور قبل الصيف وثلاث سنين قبل الشتاء سي سا دونك قبل سبيكتاكل رشيد رفيق على ماش كتهضر على دوك الناس في الفياق ديالهم كيفاش كيفيقوا كتهضر على لي مالادي والدواء ديالهم والعشوب الدواء العرب دول العرب باغ اكزومبل شي واحد كيعطيك شي دواء ديال العرب بحال هكا كتقول لي راه فيا البرد كيعطيك شي حاجه شي وصفه وفي الاخر شي يقول لك تفكرني لحظه واحد النهار وقعت لي فعلا واحد السيد عطاني واحد الوصفه تشافيت كذا
فكرت ومشيت دقيت عليه الدار. السلام عليكم. خرجت من قلت لها كلمي لي الله يخليك با. قالت لي شكون انت؟ تاع واحد السيد تفكروا صافي. خرجت سلمت لها شكرا على تفكرت. هذا الصباح عطينا رشيد رفيق رقم السبيكتاكل. عطينا ثلاثه الاسباب باش الناس يمشيو يحضروا ليك يجيو يشوفوا السبيكتاكل داير مع متسيس. ثلاثه الاسباب. السبب هذا شكون هو؟ هذا هو المايسترو. المايسترو وين كيدير ضابط الايقاع. فوالا. السبب الاول. السبب الاول هو الناس تجيب معاه فاش تهز الضحك. فوالا. السبب الثاني باش تشوفوا رشيد رفيق داير محمد السيس السمانه الجايه في كازا. السبب الثاني للاسف ما كاينش. سي بيان صح. السبب التالي. السبب التالي هو وليد ظريف زوين يلاه بادي وهذا ما كان. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي مهم بزاف. اي كنهضر كنقول لكم الهضره هذه بما اني مبتدئ في هذا الميدان هذا. القضيه راه صعيبه. راه هضرت صباح مع واحد الفنان كنت جالس معاه هضرنا القضيه ما سالاش. رحنا خاصكم تعرفوا هذا الولد هذا سيرو شوفوه هو شنو باغي بوكو. باغي سبيكتاكل باغي البوبليك باغي جمهور يكون حاضر. هادشي اللي كاين هو راه خسر فلوس راه ضرب تماره راه 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 ما عنده معنا لا سبونسور لا والو. هاد لا دات هادي دايره انا وطاليس برود على اساس باش نشوفوا راسنا حنا كيفاش دايرين. فوالا هما بعدين الا مشيتو الا مشيتو شفتوه الا مشيتو خديتو بلايصكم وتعاونتو راه منا غادي تضحكوا غدوزو وقيته زوينه كتعرفوه شتو سوغ انترنيت. سبيكتاكل انا كيضحكني يعني انا غنتمتع وغنمتع معايا الناس فوالا اكزاكت سي سا. فلاسين الا كنتي انت كتمتع كتمتع معاك الناس انت موكرا عرفتو رشيد رفيق شتو سوغ انترنيت كيعجبكم لي شو ديالو لي سكاتش داكشي كامل اللي دار سيرو شوفوه في هذاك. خاص لاصال تكون عامره السيمانه الجايه ان شاء الله تعاونوا حنا راه فوالا غادي نتقادقا. كاين اللي بحالك بزاف اللي باقيين بادين باقيين كيتقاتلوا مع الزمان. انتوما ما صحكمش هادشي كامل سيروا ضحكوا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. 20 نوفمبر في هاد الحياه نهار السبت ان شاء الله. السبت ان شاء الله يدوز كل شيء بخير. وباغي كتجيني بعيده فهمتي يعني ما كراش امتى نطلع لاصين. فوالا سي سا مشوق. باقي كتجيني بعيده شويه باقا 8 ايام قلت قوالو ان شاء الله ويدوز كل شيء يدوز الشو بخير تكون سولد اوت الناس يجيو يصفقوا عليك يصفقوا. انا درت لاسين ملي بديت لاسين الناس ما كيصفقوش بزاف. ولكن علاش ما كيصفقوش الناس بزاف؟ يلاه قولي علاش. علاش ما كيصفقوش بزاف؟ ما عرفتش حيت ما كيعرفوش امتى خاصهم يصفقوا. داكشي علاش. حيت انا كندير التحاليل الديامات ديال الناس ما كيعرفوش كيصفقوا. وواحد القضيه هذاك اللي كيصفق الاول كيقول لا واخا ما صفقش انا تيصفق واحد اخر. انا صدق انا مصفق بوحدي والله تيصفقوا. واعر واش شي واحد في وسط الجمهور فاش كيبدا يضحك كيضحك مزيان وتيقول لك ولد الحرام ضحكني مسخوط مسخوط مسخوط. رشيد رفيق اخويا شكرا يجي فينا الصباح بارك الله فيك. والسبيكتاكل غادي يجي يشوفك انايا غادي يجي غنكون حاضر. شرف ليا كبير بالمناسبه باش نكون معك في هذا البرنامج. مرحبا. نو ميرسي باش جيتي للسبيكتاكل انت جيتي للروداج جيتي وي جيت للسبيكتاكل ديالك. فوالا جيت لجوج مرات حضرت للروداج وحضرت فاش كنتي لاعب في سوجي ديزار فيفون افيك جال. ميرسي بوكو اخويا غادي يجيو دونك نتعاونوا بيناتنا حضروا السبيكتاكل. تبارك الله عليك راك داكشي عندك زوين كنتمناو لك التوفيق في المسيرة ديالك. امتى عندك لعبنا البارح اخويا في الرباط غنلعبوا لنا جوج سيمانات ان شاء الله في كازا وغنلعبوا في الرباط عاوتاني حنا لاعبين غادي نتقادقا. اي بي بور لو شو جي اون تري تري غروس سوربريز دابا انتوما زدتي تلعبوا. حنا شو حنا غير ضاحكين فهمتي. حنا غير ضاحكين فهمتي ما رابحين والو. جاب الله السبيكتاك ديال السمانه اللي فاتت في كازا واحد خينا حسيتو كيضرب التليفون وانا ناخذ ليه التليفون حيت ليه التليفون ديالو دوك هذاك ترسخنا به. كمل ديك لابيل. لا ماشي ما حيت كمل لابيل. الحال لقيتو غير كيطابي حيت التليفون وبعتو ديك الساعه قلت لهم عطاني 2000 درهم دابا فهاد التليفون ياخذوا دابا. بعناه دبرنا على شويه رزق فهمتي شويه. الحمد لله. رشيد رفيق شكرا اخويا. تبارك الله عليك. شكرا رشيد رفيق اخويا. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. صفقوا عليه مزيان. نشوفوه نهار السبت الجاي لو تياتر محمد السيس كازابلونكا.